هل يجوز لزوجتي أن تصلي من خلفي أو يكون معها زوجة أخي إذا كنا في سكن جماعي جزاكم الله خيرا؟ يجوز للنساء أن يقتدين بصلاة الرجل لكن يقفن خلفه، ولو كانت امرأة واحدة فإنها لا تقف معه وإنما تقف خلفه، فموقف النساء دائما خلف الرجال سواء كانت واحدة أو أكثر. جزاكم الله خيرا.